في ظل احتلال القاعدة لأجزاء واسعة من حضرموت خاصة مدينة المكلا عاصمة المحافظة منذ شهر أبريل نيسان من العام الماضي، يعمل التنظيم على نهب خيرات المدينة عن طريق سرقة المحال التجارية والشركات وابتزاز الأهالي بهدف تمويل هجماته الإرهابية، مستغلا عدم الاستقرار الأمني في الإقليم، مما جعل السكان يدعون العالم لإنقاذهم. إلى التفاصيل. أنقذوا حضرموت عبارة باتت على ألسنة السكان بعدما تعطلت جميع مناحي الحياة بسبب الأوضاع الاقتصادية وبعدما اجتاحت الأمراض والأوبئة الإقليم. ولكن من المسؤول عن معاناة هذا الإقليم اليمني؟ من يتابع الوضع من كثب يتيقن أن ما يعانيه الأهالي في هذا الإقليم ولا سيما مدينة المكلا إنما ناتج عن إهمال وسوء إدارة القاعدة التي تتحكم بمفاصل الحياة هناك. آخر انتهاكات القاعدة ما تسرب من معلومات عن إغلاق القاعدة في المكلا لوكالات أدوية، ما ينذر بحدوث كارثة وأزمة صحية وشيكة في ظل اجتياح حمى الضنك وفق صفحات المكلا على الفيسبوك ووسط انتشار الأوبئة نتيجة الإهمال المستمر. لا يقتصر الحال عند هذا الحد في المكلا، فالأوضاع الاقتصادية تتدهور لتفضح عدم قدرة القاعدة على إدارة القطاعات في المدينة وفي المناطق التي تسيطر عليها. بالنسبة للوضع الاقتصادي في المكلا للأسف خلال الفترة الماضية تدهور، هو في الأساس متدهور، فجاءت خلال الأشهر الماضية منذ سيطرة القاعدة على المكلا زاد الوضع تدهورا أكثر. الغريب أنه مين المكلا مثلا، ضرب مثال، شغال والبضائع بتدخل بشكل كبير وبدون رقابة وبدون أي شيء، لكن هذا ما انعكس على وضعي أنا كمواطن. المواد لا زالت مرتفعة، لم نلاحظ أي تغيير في انخفاضها. كثير من الشباب نتيجة للأحداث الماضية كانوا بيعملوا في وظائف في القطاع الخاص خصوصا، وجدوا اليوم أنفسهم على رصيف البطالة. انهيار صحي واقتصادي يختصر الحال في المكلا، حيث عبر الأهالي عن حقيقة ما يعانوه واستعرضوا لأخبار الآن جانبا من الحياة هناك. الاقتصادي في المكلا يعتبر شبه منهار، أصبحت البلاد عبارة عن معسكر كبير يدار بعملية إغاثة، رغم عدم ضعف أداء الدولة، رغم أنه المينا الآن لا التجار الكبار لا يدفعون ضرائب، لا يدفعوا رسوم، لا يدفعوا مبالغ كبيرة، إلى أن الأسعار إذا لم تكن ارتفعت فهي في الحقيقة تضاعفت. الوضع يعتبر كارثي. احنا لما نشوف الان سيارات الاغاثه توقف او تاتي من دول الخليج او المساعدات سواء من الهلال الاحمر الاماراتي او المركز سلمان، نشوف طوابير واقفه، الناس ما توقف طوابير الا من حاجه. الاسعار متضاعفه، المواد الغذائيه في شح، ان لم تكن بعضها غير موجوده. الوضع كارثي، خرجنا من نظام عصابه كبيره الى ان نتحول لنظام عصابات صغيره تسيطر على اجزاء اجزاء. هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تواجه المجتمع الحضرمي، وربما من أهم هذه المشاكل التي تواجه الشباب خصوصا الخريجين هي مشكلة البطالة، بل أصبح هذا الشبح الذي أرق مضاجع الكثير من الشباب الخريجين الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية. عدة أسباب لهذه المشكلة، منها أهم أسباب هي غياب الدولة وغياب السلطة الحاملة لكثير من المشاريع الاقتصادية والمشاريع التنموية التي تمثل بيئة خصبة لاستقطاب هؤلاء الشباب، مما أدى إلى أن تكون أهم معضلات العمل الاقتصادي أو العمل الوطني في حضرموت. ولكن نحن نأمل أن تكون بعد أن تعود دورة النظام القانون لهذه المحافظة، مما يساهم في استقطاب العديد من رؤساء الأموال ويساعد فتح الكثير من المصانع والشركات التجارية. تعيش حضرموت في اليمن وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا جعلت المواطن يفتقد فيها لمستلزمات الحياة كافة، فضلا عن غلاء الأسعار. وزاد الوضع سوءا في حضرموت استيلاء القاعدة على أموال الأوقاف بالمكلا، من بينها إيجارات عشرات المحلات التجارية التي بناها عدد من التجار.